بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة كنشكر جميع الناس اللي تفاعلوا مع الفيديو الأخير، شكرا لكم. معكم أختكم زهراء من مركز لو سونتر ناتوروباتي بوسكورة. أول مرة كنظهر على القناة، بغيت غنعرفكم بالمركز والاختصاص ديالو. هذا المركز مختص في العلاج للنساء والأطفال فقط. المركز كيشمل عدة علاجات، من بينها الحجامة لما لديها من فوائد كثيرة كثيرة على جسم الإنسان. فبالنسبة للحجامة فيها نوعان، حجامة وقائية وحجامة علاجية، عندها واحد الفوائد صراحة التمسها في الأقرب الأقربين. داكشي علاش بغيت نشارك معكم الدومين ديالي. كذلك حجامة جميلية اللي كنعملها بكاسات الهواء والإبر الصينية وكذلك الديرما رولر. المركز ديالنا كذلك مختص في التخسيس بالجبس على الطريقة الكولومبية لايسوثيرابيا. هذه الطريقة كتخسري بها من 4 حتى 12 سنتيمتر، سبحان الله، في الحصة الأولى. عندها واحد الفوائد كثيرة بالنسبة للبطن، كذلك الدق المزدوج، الذراعين والفخذ، والعلاج بالفوطة النارية لما لديها من فوائد بالنسبة للناس اللي عندهم السياتيك، الناس اللي كيعانيو من البرودة. كتعمل على الاسترخاء ديال الجسم، رائعة في العلاج. وكذلك العلاج بدودة العلق، الناس اللي عندهم الغرغرينا، كذلك الناس اللي عندهم داك الدوالي اللي على شكل ثعبان، هي رائعة في العلاج. كذلك حاصلة على شهادة الإسعافات من الهلال الأحمر المغربي. كنرحب بكم في المركز الزيارة بالموعد، وتوقيت العمل من الاثنين حتى السبت على الساعة 9، من 9 حتى الـ4. رقبوا فيديو جديد ان شاء الله في اقرب وقت ممكن، كنفصل فيه كل علاج لاش كيصلاح، بحال العلاج بالحجامة، فوقاش نديرها فوقاش ما نديرهاش، فذلك الفوطة النارية، دودات العلاق. كل مره غادي نبدا نجبد لكم علاج وغادي نهضر عليه بالتفصيل ان شاء الله. كنتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب، نتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم في هذا الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.